كثفت قوات النظام اليوم الخميس قصفها الجوي والمدفعي على الأحياء الخاضعة لسيطرة الثوار بمدينة حلب ومناطق عدة في ريفها. وأفاد مراسلنا بأن طيران النظام ألقى براميلا متفجرة على حي الصالحين، ما أدى لوقوع شهداء وجرحى ودمارا في جامع الجيلاني في الحي. اليوم هو الآنف من القصف الذي تنتهجه قوات النظام بطائراتها الحربية والمروحية على مدينة حلب. طبعا الأماكن الحيوية التي تستهدفها الطائرات بشكل عام هنا في حي المشهد، حي مكتظ بالسكان، استهدفه الطيران المروحي ببرميلين متفجرين. طبعا هنا حيث نقف سوق شعبي، أكثر من حتى الآن من 7 شهداء كما أفاد لنا أحد عناصر الدفاع المدني، طبعا العشرات من الجرحى. هذا وتعرض مبنى هيئة الطبابة الشرعية في حلب لقصف جوي لليوم الثاني على التوالي، ما أدى لخروجه عن الخدمة بشكل كامل وإصابة طبيب كان بداخله. البارحة عصرا تم استهداف الطبابة الشرعية بشكل مباشر بصاروخين من طائرة روسية، وتم خروج الطبابة الشرعية عن العمل نتيجة الإصابات، حيث أصيب 6 عناصر من الكادر العامل في الطبابة الشرعية، ومنهم الدكتور عثمان حجاوي رئيس القسم الطبي. والآن جئنا لنتفقد ما تم من خسائر ومن أمور، ونحن نقوم بالتحري عن الخسائر التي لحقت بنا. قام باستهدافنا أيضا ببرميلين متفجرين حققا إصابتين مباشرتين. عسكريا، فجر الثوار صباح اليوم نفقا تحت تجمع لقوات النظام في فرع المرور على أطراف حلب القديمة، ما أدى لدمار كبير في مبنى الفرع. ولمزيد من التفاصيل أعزائي المشاهدين، ينضم إلينا من حلب مراسلنا باسل أبو حمزة. أهلا بك باسل، ما تفاصيل القصف اليوم على حلب وريفها؟ مرحبا بك أحمد. أولا طبعا لا أدري من أين أبتدي، من هذه المدينة الجريحة التي تتعرض للقصف اليومي من طائرات النظام وروسيا. طبعا اليوم منذ الصباح الطيران يكثف غاراته الجوية على أحياء المدينة، حي الكلاسة وبستان القصر، أكثر من 6 غارات جوية هذا الصباح أسفرتا عن عدد كبير من الجرحى وأيضا دمار في ممتلكات المدنيين. أيضا حي الإنصاري الشرقي الذي تعرض لغارة جوية، وحي مساكن الفردوس الذي تعرض لغارة جوية من الطيران الروسي بالقنابل المحرمة دوليا، طبعا أسفرت عن أضرار مادية كبيرة. بالظهر هذا اليوم تعرض مقر الطبابة الشرعية في مدينة حلب لقصف ببرميلين متفجرين في تقريبا 5 دقائق، برميلين متفجرين على مقر الطبابة الشرعية، مما أدى لدمار معظم البناء في الطبابة وأيضا خروج معظم المعدات الطبية عن العمل وإصابة أكثر من 10 في مقر الطبابة الشرعية. حي الصالحين ظهر اليوم الذي أحدث فيه الطيران المروحي بقصفه ببرميل متفجر عن مجزرة مروعة بحق المدنيين، أكثر من 20 جريحا، بعضهم في حالة خطيرة، وأيضا 5 شهداء على الأقل حتى هذه اللحظة، حصيلة أولية في هذا البرميل. وأيضا حي المشهد الذي تعرض لبرميل متفجر أيضا في ساحة المشهد في سوق وسط سوق شعبي، 7 شهداء وعدد كبير من الجرحى أيضا. طيب باسل، تحدثنا عن هيئة الطبابة الشرعية وأنها خرجت عن العمل بشكل كامل، هل هناك خطة بديلة لدى الطبابة لإعادة تفعيلها؟
حتى هذه اللحظة لا يوجد أي خطة بديلة. مديرية الطبابة الشرعية أعلنت عن إيقاف العمل وتعليق عملها حتى أجل مسمى. طبعا اليوم ذهبنا إلى الطبابة الشرعية وأعددنا تقرير عن الطبابة الشرعية. البارحة أحمد قصفت الطبابة الشرعية من قبل الطيران الروسي بصاروخين فراغيين أدايا لدمار كبير بمبنى الطبابة، وأيضا دمار في المعدات كما ذكرت لك. وأيضا اليوم عاود النظام، في كان الموظفين في الطبابة كانوا في وضع الترميم ورؤية المعدات هل هي جاهزة للعمل أم لا، فعاود الطيران المروحي باستهدافها ببرميلين متفجرين أديا لخروج ما طيب تبقى من باسل، المعدات عن العمل بشكل نهائي. نعم باسل، ما لديك من معلومات حول تفجير فرع المرور والمعارك في الملاح شمال حلب؟ نعم، منذ الفجر في مدينة حلب استطاع الثوار تفجير نفق بمبنى المرور في حي باب الفرج صباح هذا اليوم. طبعا الثوار أعلنوا عن مقتل ما لا يقل عن 15 عنصرا وجرح آخرين، بالإضافة لنسف مبنى المرور الذي كان يتمركز به قوات النظام ويعتريه قناصة وأيضا أسلحة ثقيلة كانت تستهدف حي الكلاسة وحي بستان القصر. في الملاح أحمد معارك كر وفر بين الثوار وقوات النظام. البارحة شن الثوار هجوما واسعا على نقاط تمركز قوات النظام بالملاح وحندرات والخالدية وبني زيد. طبعا كبدوا النظام خسائر كبيرة بالعدة والاعتاد ودمروا له العدد كبير من الآليات. اليوم منذ الصباح النظام يشن هجوم واسع في مخيم حندرات، استطاع السيطرة على عدة نقاط. لا تزال هذه المعارك حتى هذه اللحظة بين الثوار وقوات النظام، معارك كر وفر. النظام تكبد خسائر كبيرة بالجبهات الشمالية لمدينة حلب، وطبعا النتائج يصب جام غضبه على المدنيين المتواجدين في مدينة حلب. شكرا جزيلا لك من حلب باسل أبو حمزة على هذه التفاصيل.